ونبدأ أخبارنا من الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث يعقد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة اليوم مؤتمرا صحفيا بخصوص الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تقوم بها الوزارة لمواجهة الإجهاد الحراري. وفي السياق نفسه أصدرت وزارة الصحة بيانا لمتابعة الوضع الصحي بجميع المحافظات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث أعلنت وفاة 15 حالة أغلبهم من كبار السن، ليرتفع بذلك العدد إلى 46 حالة وفاة منذ بداية الموجة الحارة السبت الماضي. أضاف البيان أنه تم تسجيل 447 مصابا بالإجهاد الحراري، خرج منهم من المستشفيات 220 لتحسن حالاتهم.